يلا السلام عليكم اخوان. احنا ضيافتنا بطل دينامو البصري. الله يخليك. هذا صاحبي بطلنا الغالي اخونا العزيز ابو كاظم. ابو كاظم من يعني الحكام مميزين. مميز بكل شيء. شرفنا بك ابو كاظم. كل الهلا بك اخوي. كرالي ورد. اخوان احنا مثل ما وعدنا اخواننا وبواتنا واساتذتنا بالبصره وعدناهم انه كل سباق دمج هدايا من اخو مهند القريشي وسام محمد الاول طير حفيد الكتب مباشره. تفريق مهند القريشي. تفريق مهند القريشي. واليوم ابو كرار يوم ابو كاظم يومنا ببغداد وراح نسلمهم هداياهم ونعتذر عن التاخير ابو كرار. لا لا اخوان هاي 7 حمامات احفاد الكتب تفجيري 4 سباقات دمج كل سباق طير الفائز الاول زائد ان يقل 3 حمامات سبق انه عدت اخواننا ورؤساء انديتنا انديه شمال البصره بالاخ نصر والاخ محمد ناظم والاخ عادل عادل الساري. عادل الساري كل نادي له طير هدية حديد الكتر هو اللي يصرف فيهم بعد ما اعرف هم وين خلوهم ما اعرف حيدر شلون خلوهم للايس على النادي ما اعرف فهم الولد يعني هم ويا جنايتهم. اخوان احنا اليوم هذا تسليمنا واحنا عد وعودنا واكو بعض الاخوه اريد نقول اخوه يا من شافوا منشورات هدايا احفاد الكتب اللي قدمها اخوه مهند القريشي دعم هواة العراق صار غير حكي على ابو احفاد الكتل صارت قامت تتوزع ببلاش. فاخوان اني طبعي ما اهدي الا شيء زين ويما هديت احفاد الكتل لان اعرف هاي طيور مميزه وتبين وجهها وحققت انجازات عندي بلوكتي يعني ما حققها حمام مش قد صار لي بالهوايه صار لي 20 سنه ما حقق حمام عندي مثل هذه الانجازات اللي حققها حمام دريك بعد بول. فلما اريد اهدي شيء صحيح شيء مميز هذا طبعي ما اهدي اجي لابو 25000 او طير او النص هذا طبعي طبع اخوكم مهند الفريش. فلما نهدي من افضل حمام هاي الحمام الله شاهد عليه يا اخوان وهاي رساله هاي الناس اللي قاعد تقول صار بنات الاحفاد الكتب تتوزع ببلاش هم طبعا احنا نعذرهم مضبوطين بس مو شنو يقولون؟ زين وين اكو جناي برا على 50 طير حبيب كتل؟ ماكو سعر الطير صدقوني حجز هذا الحمام حجز عندي والله شاهد علي هاي هسه يسمعوني اخواننا اللي قاعد يجون للبيت وما قاعد اعطيهم حمام ما ابيع الحمام لان اريد اخلص من وعدنا ويا الناس اللي وعدنا الناس اريد يعني اخلص من حمام الناس برغه ارجع افكر ابيع او ما ابيع براحتي هذا بعد حمام فنريد نلتزم بوعودنا سعر الطير 10 اوراق وما ابيعها عن البيت الاب او الام بنت الكتل على افضل حمام عندي الفايز او الطيور المصححه عندي ابطال 20 طير ابن الكتل بقيت اجمع بناتهم اوزعهم هدايا لاخواننا ويستاهلون يستاهلون مو احنا الف مبروك لاخواننا هواة البصره ما شاء الله البصره السنه سباقات سباقات ان شاء الله عالي العالي زين 10 سباقات وطنيه استعدوا وهم يعني وهم اكو هدايا هسه احنا هدينا طير الدمج البصره شوف شلون وين مخليه طير ابن ال 156 وابوه ابن الكتل على مكروسي هذا اهم هديه للبصره من اخوه مهند القريشي هذا الحمام اخوان اللي راح يروح بواتنا واخواننا ابطال البصره بالخدمه ويدللهم مشكور ابو عباس هذا حمام وما قصرت وممنون وقد حكايتك فانا هواي سولفت ويا جنايتنا قلت لهم ابو عباس قالوا فعل وقد حكايته وما محتاج هذا الشيء قالوا ما ينطي حفيد كتب وتاخر عندي كلهم يابا اللي صار ظرف كورونا وهاي وانا اللي مي حتى عندي رؤساء من ديال ما ينطي ابو عباس انا اطعمه يعني انا مالي ايدي
من ابو عباس. فيا جماعه الخير متسابقين اهوات ان شاء الله تمام التاسع، بس هو دحل اخذ وعطى. احنا قد حكايتنا وملتزمين بكل شيء، وسباقاتكم على دائره اللي حقوقكم بالنسبه للماليه الان مسلم متسابقين البلجيكي 67 ورقه ونص نقديا استلموا من عدي من عيد حيدر صافي كل المتسابقين اللي سابقوا والبلجيكي. فتركبوا من عدي ابو عباس طبعا انت صاحب فضل علينا ودعم قياني واسمك قياني والله العظيم يعني تسجل لك ما حد يسجل لك. قرار انا من هديت اقفال الكتل اعرفه بير مميز درجه اولى واريد اقوي اريد اقوي من لوك ولو هي اخواننا واخواتنا كلها ما شاء الله لوكاتهم فيها حمام مميز والله لازم فريد ويمن انطي طياره ابو كباب هذا طير بحجدي الله يوفقك يعني طير بحجدي انا يعني يمن انطي طير هديه او ابيعها او هاي يمن انطي طير بحجدي هذا مردود عليه والله كلك خير وبركه الله يوفقك ان شاء الله وانا امتلك خيره الحمام وامتلك خيره النتائج وهذا الطير الرقمه فباكر عقبه اذا طير مو زين مال مهند القريشي العطاير مو زين فاهم مال مهند قريش فاحنا نحسب حتى هديه ابو كرام حتى هديه الله شاهد فاني لما نطيت هذا الحمام اختيار من اب وام زين ومواصفات حتى باكر عقبه لان هذا شايل اسم حجي انت بعد ذلك والله العظيم الله يوفقك ان شاء الله وريد الحسين يوفقك كبير كل شيء والناس ما هي اليوم لا احنا برا حكي هاي الناس وهذا كيفك الله هاي الناس اللي قاعد تحشي هي هاي يمكن عمرها وحياتها ما تقدر تحج لها هذا ب 25 هديه او ما عنده حمام يعني ما عنده حمام فيصير يعني هي وابو كرار مو احنا اللي واعد وما نوفي بوعودنا لا مو احنا على قصر قباتنا اللي نقوله يصير ونحشي اللي نقدر عليه فعندي كلام للمتسابقين ومرخص ابو عباس سبقه كل الموت ان شاء الله بالنسبة للمتسابقين اخواننا هذا وعد الحرديين الرجال وفى بوعده ومشكور ونعم الله عليه وجزاه الله خير ان شاء الله مرجوع بالاحسن نقدر نرجع فتشي لابو عباس شدوا حيلكم سباقات 10 سباقات البصرة السابق وطني شدوا حيلكم هالسنة وانا بعضكم وياكم وما يصير خاطركم الا طيب والله العظيم تعدون سفينه الله شاهد الله شاهد وكتبه ورثته هذا تصوير يمكم يتحدوني يتناوشون هنا خبير هنا خبير معدل هنا وكذا ان شاء الله اجي اريد جهودك المميزه ان شاء الله انا ورؤساء انديه وحكام البصره سنه سباقات شرسه وبقياده الاخ حيدر الصافي وعماد حميد ان شاء الله كلهم مفوتين وانا اصغر واحد وقادم اصغر عاوي ان شاء الله ما اقدر اقصر ما عفوا ما اقصر من عندكم بهالقد وما يصير خاطركم لطيب وموفقين ان شاء الله موسم خير عليكم تحيات اخواننا وقواتنا واعزائنا البصره ورؤساء انديتنا وحكامنا تحياتنا لكم واحد واحد واحنا بالخدمه وعذرونا على التقصير مشكور نعم الله عليكم خدمتكم